collaboration process with our national diaspora and the تعليم التعليم كقيمة أساسية في البناء التعليم كقيمة. Miss Yuan, you have the floor. You can speak now. One zero. إذن الموقع الإلكتروني للمجد منتدى الشباب الإفريقي. إذن الموقع يشتغل باللغات الثلاث. الشباب الإفريقي بإذن على موعد مع هذه الفعالية وهذا الاحتفال الكبير من خلال ضبطنا لجميع التفاصيل المتعلقة بإنجاح هذا. سنشرع بداية منذ السبت المقبل في استقبال اللجنة التحضيرية للاتحاد الإفريقي التي ستطلع على كافة هذه التحضيرات المادية واللوجستيكية والتي كذلك سنعمل على ضبط الرتوشات الأخيرة الخاصة بالبرنامج. سنبدأ منذ 30 أكتوبر في استقبال وفود الشباب الذين سيبلغوا عددهم 350 شاب إفريقي والذين سيؤطرهم 170 شاب جزائري متطوع سيكون في مختلف اللجان التنظيمية. سيشهد هذا النشاط كما فصلت في الملتقى سيشهد إدارة رقمية سيكون بصفر ورق. برنامج تاريخي ثقافي وسياحي تم إعداده بالشراكة مع الوزارات ذات سيرة وزارة الثقافة وزارة السياحة من أجل ضمان ترويج أكبر لثقافتنا الجزائرية وموروثنا الثقافي الجزائري. احتفالات بالذكرى 70 ستكون حاضرة بقوة في هذا النشاط من خلال برنامج كذلك المعارض خاصة وحفلات خاصة بالاحتفال بالذكرى 70 سنحييها مع أصدقائنا الشباب الأفارقة.